طيب، هل يعني انا شايف انت بتتكلم على ان مرتضى منصور هو صاحب الدور الاكبر في الاستقرار اللي موجود؟ خليني اكلمك وانت اتكلمت على حاجة مهمة جدا، ان انت بقالك 26 سنة موجود في الادارة، سواء رئيس منطقة الجيزة بالظبط. او في عضوية مجلس ادارة نادي الزمالك. الزمالك كان بيعاني فترة من الفترات من حالة عدم استقرار، ما بين قضايا ومحاكم ومشاكل كبيرة جدا، وبنلاقي كل ما كان بيكون المجلس ينتخب فترة من الفترات بعدها بشهرين 3 شهور بيتم حله. هل مرتضى منصور علشان هو محامي وعلشان هو علاقاته جوه النادي او بالجمعيه العموميه او التطور اللي حصل من داخل الجمعيه العموميه وسيطرته على الجمعيه العموميه من خلال طبعا سواء المنشات اللي بتحصل او من خلال البطولات في الفتره اللي فاتت، هل هو قضى على المعارضه داخل نادي الزمالك؟ يعني شوف، المعارضة دايما لو ما نتكلم عليها كمعارضة يعني تستهدف الصالح العام، سواء للنادي سواء للدولة سواء لكذا، اهلا وسهلا. لكن المعارضة اللي هي بتستهدف العكس، يعني للأسف الشديد انا عارف كويس قوي ان كان في مثلا الزملكاوية او محسوبين على الزمالك كانوا طبعا بيتضايقوا من الانتصارات اللي بتحصل في الفترة اللي فاتت، خلينا نتكلم بمنتهى الصراحة يعني بدون ذكر أسماء. النهاردة احنا بنقول ايه؟ في كتاب، أنا رأيي الشخصي في كتاب اتقفل في نادي الزمالك. ايه هو اسلام الكتاب اللي اتقفل؟ اللي هي المعارضة، علشان أنا ما بحبش الشخص الفلاني، أنا لا ده مش عارف كذا. الكتاب ده قفله مرتضى منصور. فالنهارده لما يجي لك واحد يقول لك والله انا شايف انك انتوا يا ريت تجيب اللعيب ده بدل اللعيب ده، طب جبت ليه؟ ما دام انت بتتكلم في صالح عام على راسنا من فوق. اما المعارضه اياها اللي في دماغك وفي دماغي اعتقد انها ما مش موجوده دايما يعني. كان يتاسب. يعني النهارده مثلا النهارده انت كسبان الزمالك، كسبان الاهلي، سوري كسبان الاهلي. انت قلبت ولا انا لا انت عارف ان بالمناسبه ان دي الحاجه الوحيده اللي انت اي بني ادم ما ينفعش ان هو يغير. يعني انت بتتولد زملكاوي اهلاوي، هات لي واحد اهلاوي بقى زملكاوي او العكس. اللي لكن هم ممكن انت مثلا الزملكاوي بجد، اللي هم الاهلاويه بجد او الزملكاوي، مفيش. لكن انت ممكن النهارده تشتغل في مصر، ممكن بكره تروح تشتغل مثلا في قبرص، في السعوديه، في مش كذا، مظبوط. لكن الزملكاوي بيفضل ايه؟ الزملكاوي بيفضل زملكاوي. انا لسه واحد مستر وائل مكلمني من قبرص النهارده، 28 سنه بره مصر وبيحافظ على ان هو يشوف الزمالك في كل ماتشات. فنرجع تاني ان المعارضه اللي هي لصالح النادي اعتقد مش موجوده. انت النهارده كسبان الاهلي وماتش عالمي ونتيجة مش سهلة، يعني نتيجة 3-1، نتيجة هيفي ريكورد يعني. كلمنا الأهلي المنافس بتاعك. تمام. وفي نفس الوقت يطلع الناس برضه ينتقدوك، ما عرفنا أنت بتنتقد على إيه؟ يعني إيه المطلوب تاني يتعمل؟ فرقة جميلة، فرقة قوامها يقعد 3-4 سنين لو حسبنا متوسط الأعمار. الحقيقة يعني بدون مجاملة يعني واحترامي والألقاب كلها، أمير مرتضى فعلا قافل عليهم. انت راجل بتاع اعلام وعارف ان الاخبار كانت بتتسرب ازاي زمان، والتليفونات الموبايلات اللي بتتفتح زمان، اخدت بالك؟ فعلشان كده بقول لك انا في وجهة نظري في الوقت الحالي المعارضة لصالح النادي مش موجودة.